اليوم ما راح نحكي عن كود مالتي بلاير ريفيوز، نشوف شو لهلا الجيم جابت لنا. واذا انت هلا حاليا عم تشغل الجيم وعم تحاول تلف الاسلحه وعم تعطيها الجرايند الجرايند الصح، احلى تحيه لك. واذا انت عم تحاول تعمل كل هدول الشغلات وعم بتواجه مشاكل كتير، برضو احلى تحيه لك. نزلت MW2 على اللونش زي ما متوقعين، او انا زي ما انا متوقع، الجيم رح يكون فيها بجز ورح يكون فيها كراشز ورح يكون فيها شغلات ناقصة ورح يكون فيها شغلات عايمينها من الجيم اللي قبل، اللي احنا صراحة ما بدنا اياهم يناموا، والشغلات اللي بدنا اياهم يناموا ضلهم. فاليوم راح نحكي عن هدول الشغلات، راح نحكي عن الشغلات الناقصة، راح نحكي عن البجز، وراح نحكي اكيد عن اليوزر انترفيس واليوزر اكسبيرينس تبع المنيوز اللي هو واضح انه معقد وخ. اول اشي ممكن تلاحظوا ناقص بالجيم اللي هو ما في كومبات ريكورد، ما في باتل لوك، ما في سجلات. فكل جيم انت عم تلعبها هلا ما بتقدر تقارن حالك مع اصحابك، ما بتقدر تقارن حالك مع العالم، ما بتقدر تشوف شو عم تعمل. يعني اذا بتحكي مع صاحبك تقول له اسمع وبلاش، يعني تقول له مع العضلاطه طقاع انت، ما بتقدر. حاليا بالجيم ما في سجلات، فان شاء الله هم تخيل يعني انت بدك تجيب مثلا كولين كارد كتير حبيته وحاب تجيبه، او مثلا بدك تجيب كامو معين حبيته بدك تحطه. مع احلى شيء بالكستمايزيشن بالجيم، بس كيف بدك تجيب هذا الكامو واذا انت ما عندك سجل؟ فهلا ما عندنا سجلات، فكل اللعب اللي انت عم تلعبه هلا يا ريت يكون محفوظ بالباك اند، عشان اذا مثلا بدك تعمل انلوكس لكاموز لاسلحه لكولين كاردز لبعابيس، يكون محفوظ من هلا اذا اشي صعب كتير. عرفت مثلا تجيب لك 100 لونج شوت نزله عشان تجيب هذا الاشي، بدك يكون انه عم بحفظ هدول المعلومات on the back end which is likely او اشي متوقع، عشان إذا نزل بالدي إل سي الجاي أو بالأبديت الجاي هذا الإشي تقدر تستغله وتستعمله أو يطلع لك. تاني إشي لاحظناه أو لاحظوه الناس اللي بيلعبوا كونسول، وهذا الحكي أنا ما أخذه من جاي قاد، اللي هو ما في سبليت سكرين. هل ممكن يكون إنه البي إس 4 ما تتحمل سبليت سكرين، أو الكونسولز هلا على هاي الجيم وعلى هاي الجرافيكس ما بتحملوا هذا الإشي؟ ما بنعرف الصراحة، ما في كتير معلومات، بس اللي بنعرفه إنه ما في سبليت سكرين. والإشي الثاني اللي جد رح يضايق إذا مش موجود بهاي الجيم، وخاصة بوارزون 2، اللي هو ما بتقدر تعمل سيف لبلوبرينتس. وهذه هاي مشكلة كتير كبيرة الصراحة بالجيم. ليش؟ عشان منزلين هم attachments ومعقدين موضوع attachments، وهو حلو ومش حلو بنفس الوقت، لسه مش فاهمينه الصراحة. اللي هو تقدر لكل سلاح فيه بجوز فوق الخمسين attachments، تقدر تبدل الريسيفر، من الريسيفر تقدر تزيد attachments سلاح مثلا بفئة تانية زي باتل رايفل أو سنايبر رايفل بس من نفس الفئة، أو مارتسمن رايفل عفوا، بتقدر تبدل كل هدول الأسلحة. فالنقطة انه هي إذا احنا ما بنقدر نعمل سيف للبروبرينت، ولعبت جيم انت وحسيت هاي البيلد خرافية وما سيفتها نوعا ما، او كنسلتها او شلتها بالغلط، او زي دائما عرفت بس لك كبسة غلط بروحه كل الاتاتشمنت، كيف بدك ترجعها؟ لازم يكون فيها سيف بلوبرينت للأسلحة. فاذا ظل الوضع على نفس الحال لازم تطول ورقة وقلم وتسجل البلوبرينت تبعونك والسلاح اللي حبيته بهذا الجيم، اللي على طريقة كيف لعبك على الاتاتشمنت هدول تسجلهم يا معلم، عشان ما في اشي بالجيم هلا بيسمح لك انك تسيبهم. بعدين اذا بدك تطلع على الكول اوف ديوتيز اللي قبل، كان في عندك بجوز شو ابو 3-4-5 اتاتشمنتس الماكس، هلا صار في عندك 50. فالموضوع انه صعب يعني جد، بدك تطول ورقة وقلم وتسجل. فخلصنا هلا من هاي البلوبرينتس، خلينا نشوف شو عمك جاي جوت حكى بعديها اشي ناقص بالجيم. هذا الصراحة أنا ما تبعت عليه هلا، بس لما حضرت الفيديو شفت إنه هذا إشي صراحة أساسي لازم يكون بالجيم، اللي هو الكيل ستريكس. ما في بوب أبس للكيل ستريك،
فاذا انت واحد تراي هارد نازل بتقطع بتخطخ يمين شمال عشان تجيب كل الكل ستريكس، مثلا تنزل كروز ميسل، بعد الكروز ميسل تنزل القصف، بعد القصف تفتح يو اي في، تعمل كل هدول السواليف، ما بتقدر تشوفهم بوب اب هاي تطلع لك على السكرين تقول لك كم من واحد قتلت انت. فلازم تطلع فوق على اليمين، ممكن تشيل من انتباهك. اذا انت واحد تراي هارد راح تكون حواليك قل شيء اربعه خمسه، فما راح تتبع على هذا الموضوع، ما عندك وقت تطلع لفوق، او عندك وقت تطلع لفوق ممكن تاكل طقه من سوجها. بس خلاص الموضوع، ما في بوب اب بيطلع لك اول ما تقتل واحد كم من واحد انت قاعد. بعدين اذا انت واحد من عشاق الهارد كور جيم مود راحت عليك جد، انا اسف او هم اسفين صراحه، انا ماليش دخل. بس ام دبليو 2 حاليا ما فيها، عندهم تير 1 بس مش كتير هارد كور مود. زي عشان اشرح لكم ايش يعني الهارد كور جيم مود، الهارد كور جيم مود لما تلعبها بتكون جيم عاملينها اكثر جديه، فيعني ما عندك ليميتد هات، عندك ما عندك ميدي ماب، ما تقدر تشيك قد ايه معك طلع، ما في كروس هير، اذا قتلت واحد ما بيطلع لك شيء انك قتلته، مو هيك هدول الشغلات. فللاسف الشديد حاليا مش موجود هذا الحكي بالجيم. فاذا انت واحد من هدول الناس ما تشتريها هلا، استنى شوف اذا راح ينزلوا بروبر هارد كور مود. هلا بنعرف في دي ام زي، بس خلينا نشوف. هلا الاشي كمان مهم، لاول ما نزلت الجيم طبعا انا راجع من الشغل متحمس، بس بدي اشغل ام دبليو 2 والعب، اما ايش تطلع لك مان باقي على الاخر. كراشز على اللود سكرين، كراشز عشوائي وانت بنص فايت، بين جيم وجيم تاكل كراش، اذا انت اكلت كراش او ما اكلت كراش صاحبك راح ياكل كراش، يا دوبك لحقنا بجوز 3 ساعات نلعب لنا جيم جيمتين. غير هيك متحمس الفل الاسلحه يا زلمه، بدي اطلع كاموز، اطلع الذهبي، بدي هاد شغل لك دبل اكس بي بوينتس، اشتغل ما اشتغل، بققت الجيم بشغله بتعمل كراش، بدخل على الجيم طب شغال ولا مش شغال، الله يعلم. هذا كمان اشي كان بداية الصراحة، ولهلا بداية، انه انا هلا اذا شغلت دبل اكس بي وورزون اللي قبل كان بيطلع لك تايمر، اشي كتير واضح انه معك نص ساعة يا عم تلعب الجيم او عم تزبط سلاح رح يروحوا عليك، عرفت هدول الدبل اكس بي بوينتس. فبس بتقدر تعرف عندك تايمر، والله عندي نص ساعة او ساعة ضايل لي بهاي، ما في اي طريقه. هلا هلا بالمنيوز باليوزر انترفيس اللي موجود حاليا ما في اي طريقه تقدر تشيك دبل اكس بي، خذها مني ولا تاخذها، خذها من قريب ولا تاخذها من بعيد. خذها من القريب ولا تاخذها من الغريب، لقطناها يا كبير. لا حاليا هو اشي الصراحه كتير ببعص وبدايه، وانت عم تحاول تعمل انلوك للاسلحه وتعطيها جرايندينج، بس اكيد رح يزبطوه، يعني هذا اشي واضح من الشغلات اللي الابديتس الجايين راح يكون توب اوف ذا ليست او باول القائمه. هلا تاخذنا الموضوع لموضوع ثاني اللي هو شوي بتقدر تحكي مشبوك فيه، اللي هو عم نحكي احنا دبل اكس بي عشان نعمل انلوك لاتاتشمنتس لاسلحه. بالجيم اللي قبل كان تقدر تشوف البروجريشن تبع ايش راح يطلع لك الانلوك الجاي على السلاح، يعني على ليفل 34 راح تعمل انلوك للمونوليثيك سبريسر او راح تعمل انلوك لهذا الاشي. بهاي الجيم حاليا بالكرنت يو اي اللي هو زباله او مش يعني خرا، ما بتقدر تعرف. فيعني السلاح الخراء اللي هلا راح تلعب فيه وراح يندعس عليك بيسكلي لراوندات، او بلاش نحكي يندعس عليك، بلاش اشرح لك مشاعرك يعني، بس انه راح يتف بوجهك عشان تطلع شو اسمه ال 45 ماج 45 بوليت ماج اللي هي راح تنقذك او راح تخليك تعطيك فرصه انك تحارب وتنافس بالطريقه اللي انت بتحب تنافس فيها. ما راح تقدر تعرف، لازم تضلك تلعب بالسلاح وراح يطلعوا لك انلوكس على السبحانيه يا كبير. خلاص الموضوع فيرست امبريشنز، الصراحه انا مبسوط كتير بالجيم بلاي تبعت الجيم، عم بتسلى وحاببها، وانا من الناس اللي يعني بتوقع باللونش راح يكون في كتير باجز وفي كتير شغلات مش ظابطه وفي شغلات انه بداي وهلا وهيك، بس هذول الشغلات راح يصيروا احسن وراح يتظبطوا طول ما مر الوقت. ف I wouldn't try this game out. It's still gonna be one of the best Call of Duties نزلوا، وصراحة حلوة
كثير بتسلي. كل هذول النهفات الصغار البجز الكراشز والهيك يعني كراشز كان الصراحه شيء كثير بدايه كانت اكسبيرينس انه يعمل انستول الجيم وتمحيها. بس الحمد لله اليوم اللي بعدها نزلوا ابديت بطل يصير معي كراشز فعم بلعب الجيم هلا تمام. ان شاء الله ان شاء الله يضبطوا اليوزر انترفيس واليوزر اكسبيرينس تبع المنيوز عشان صراحه عم باخذوا كثير شغلات غلط او شغلات عملوها غلط. باتل فيلد لما عملوا اللونش تبعهم ب 2042 اللي داخل بالجيمينج بيقدر يشوف انه الجيم نزلت مش خالصه مراحل انه بدهم كم سنين ليخلصوها بدهم كمان سنين هلا صارت تلعب زي العالم بس قبل كانت لا ما بتقدر تلعبها. كول اوف ديوتي وضعها مش زي هيك تماما مش زي هيك. الجيم موجودة وشغالة وهدول النهفات الصغار رح يزبطوها ورح تضل تصير أحلى وأحلى وأحلى. بس إن شاء الله يزبطوا اليوزر انترفيس عشان عم بياخذوا كتير من الشغلات الغلط عملوهم باتل فيلد. غير هيك نهاية حلقتنا اليوم. يلا سلام نشوفكم المرة الجاي. لايك سبسكرايب ما تنسى. اسمع بعت الفيديو لصاحبك كمان برو ما تنسى.